يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سمعت أحد أئمة المساجد في دعاء القنوت في رمضان يقول بصوت عال يا الله، فيرددها والناس تردد بعده يا الله، فيحصل الخشوع، ثم يبدأ الإمام بعد ذلك في الدعاء بعد خضوع القلوب، هل هذا العمل شرعي؟ لا، هذا لا يجوز. يا الله بس ما يجوز. نعم. يقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله تب علي، لا بس، أما بس يا الله يا الله، نعم.